متغيرة. هي ذاك الدخله الرئيسي. اكو درجه هناك، اكو صوره مال ناظم باشا اذا شايفها. هي. مكتوب عليه فرمان ناظم باشا. انا جدي سابع واحد واقف من اليمين. انت هم جدك وش اسمه هم قال؟ من هو؟ قاسم عبيد؟ لا لا قاسم. من هو؟ شو اسمه؟ انا بشوار ورا هذا ورا رضا عبد الله. رضا عبد الله. رضا عبد الله شو؟ مو رضا. رضا الخياط العفو. اي من وراء يمه. من الوراء؟ المطرب بدا يتذكر. يا الوراء؟ هذا بشوار. نسيناه من هو؟ كله موثقين بس ما ماخذين منه والعكس صحيح.
والله حسين جابري حسن الجباري حسن الجباري يعني انت تقرب المعروف الرصافي باللقب تقرب للشاعر معروف الرصافي من عمك عشيرة الجبارة معروفة حتى أذكار لو ما عملت راوية ابراهيم اسمها هي ابوها هي اسمها راوية بالإذاعة بس هي راوية ابراهيم هي جدتي للإذاعة سنة 52 49 اي بس 52 اي كنا نغني بمنى الجواهر صحيح صليب القطريب لميعة توفيق سلوى القطريب عندك وحدة لقبها كان فتاة دمشق فيرونيكا اسمها مراد فيرونيكا مراد اسمها بس ما حد يعرف هالاسم بس فتاة دمشق بالإذ مذيع يذيع فتاة دمشق قديم ها؟ عن شاكر اسم شاكر شاك من أنا واحد يقول أعطي مليون دينار اللي يعرف هاي الأغنية قلت له تعال أنا أني مؤلف كتاب 2000 صفحة كلها غانية نعم مشاهير كل الغناء العرب والعراقي حسب الحروف الترتيب الهجائي هيك بدون ترتيب موشحات جورجينا الثقيل النرجس الشوقي زكي الدوري بدري انور سلطاني اكو مطربات هم سني غنن اغنيتين ثلاثه ليلى حلمي جتي غنت بالعراق انصاف ناون غنت انا مو بيدي اهلي ما يرضون سلوى الجزائريه جتي بس هاي ورا ستينات هاي كلها هسه انا عمري 84 سنه الله يعطيك الصحه والعافيه اكثر من ما بالاول كنت لا داني انت زياد عمرك؟ نعم زياد؟ 84 يعطيك الصحة والعافية أنا 89 ليش يعني هسه تنبين عليك؟ لا أنت أنا مشاد مسوي شد والله يسعدك الصحة والعافية والله الوجه الطيب الله يخليك أستاذ الله يسلمك الله يسلمك حسين جباري حسن لازم أسجله أخاف الصوت ما يطلع أسرع سجل يا ابو محمد لا هو سجل عندك ايه زمني انا هذا بس فاضي بس انا حتى حسن الجباري من الرحيل الأول.